اقعد خليل. قعدنا. شوف ايه؟ اقعد هيك هيك مرتاح. اقعد هيك بسمعك اكتر. طيب دخلك شو بتحكي انت وياها؟ منية ولو على بعضنا الامريكانية في ريال. شفت كيف رافع الكلفة بينك وبينها وبقلها في ريال؟ شو بدي إلا؟ ولا أنا وبقلها المس في ريال. يا أخي هيدي سبور ورياضية ومنفهم على بعضنا. عم تعترف إنكم متفاهمين؟ أنت واحد ظنين. ولا بدي أعرف شو في بينك وبينها. أنت شو بخصك؟ ولا كيف شو بخصني؟ إيه خطيبة شي حبيبة شي. إذا بتسألني بعد هيك سؤالات بدي أخبر مرتك. وتخبر مرتي؟ عم تخوفني بهيك شغلات؟ خليها تعمل لك مشكلة. مشكل شو؟ ولا خليل انا انسان عنيف. يعني بتعرف شو عنيف؟ بدن روحي روحه يفل تلعب بيت اهلها هي واختها. يلا يعني بتشحطهم هي واختها؟ نعم يلا بيناتهم برا ما غيرها. هيدي هي وفادية برا برا. يلا الو. الى خليل. الو اهلين مدام. اهلين شو النهار الحلو. انت احلى. لا لا بتتدبر بتتدبر جماعة منيح بيدفعوا ولا يهمك بامرك يا حلوة. طيب طيب جاي جاي جاي. بليز سكر السماعة. شو انا سنتراليست عندك؟ شو موزع اشغالها كتير ناس اوادم. يعني تلكسات وستات وبوكسات خاطرة. شي حلو شي حلو. هلو مستر نصري. أهلا. قال لك شي خليل؟ شو بده لي خليل؟ لا بس عم بسألك. ما قال لي شي. على كل حال لحق يقول لك. فهميني هلأ شو بده قلي خليل. معلش هو على كل حال بده يحكي شي منيح. يعني شو هالمليح اللي بده يقوله خليل؟ قال شكسبير؟ لا قال تولستوي؟ قال خليل؟ لا لا يا نصري خليل إنسان آدمي وعلى كل حال حديثه بيريح. حديثه بيريح؟ وشو نوع الحديث اللي بيريح؟ بيحكي أنا وياه حكي حلو كتير. مش عم اسمع. عبقول خليل على خليل. علي صوتك. يا علي بدي احكي صريخ. بسيطة بسيطة. دخلك ما عم تتشاكل جوا؟ شو يعني جوا؟ فسر لي قلي شو يعني عم تتشاكل جوا؟ هيدي بدع الواطي. طيب شو يعني عم تتشاكل جوا؟ بدع الواطي. طيب على كل حال خليل انسان ادمي وطيب. شو حلو مشى البربيات؟ شو عم تغيرون؟ قال لك شي خليل؟ رجعنا. انت سألتي هالسؤال وفريال سألت هالسؤال. شو هالجوهرة اللي بده ينطقها خليل؟ خليل شايف لنا تريا لقطة. تريا؟ مش غالية أبدا بعشر تلاف برونز وكريستال. هيدي عمرها أكتر من 100 سنة بس أصحابها أعطوكم ياهم لأنه بيعزوني كتير. بعدين ياما نفضت بايدي ياما شلت عنا الغبره ياما مسحتها. رزق الله. كنت تمسحيها؟ ليه؟ لا بس كنت حبها. تعرفي اصحابها من زمان ولا وربيت عندهم؟ رحت حيريني يا مس فريال. ساعه ربيني هون ساعه ربيني بامريكا. خبرينا الحقيقه. الحقيقه بدكم تدفعوني حق الطريه. بعدين هيدي حقها هلا السجادة هيدي التريا 50,000 ما بجيبها. آك يا ما تحكي. ست عايدة شفت لك سجادة عجمية بخاري بتجنن. يا انت ما تحكي. وين شفتيها؟ وين؟ بكرة بودي خليل لعنده. كمان بتعرفيهم؟ كنا جيران. رح تدوخيني. معلش ندوخي. اخ لو بتلقطوني بهذا خليل. يا مستر نصري اذا ما بخلي لك بيتك احسن من البيت الانكل سلوم ما بكون انا المس فريال. لك يا عمي بالاول بدنا فلوس الانكل سلوم. ليش هني لمين؟ انا ما بدفع. طول بالك خليني افهمك القضيه. ما بدفع. انا اشرح لك جوا بتسمحوا لي؟ ما بدفع. ما بدفع مستر نصري. انت وردك انت.
قالي لي هاي فريال شو ده هي؟ ولو كفي لسلطة عناصري ولك إن شاء الله يطبق معه ويدفع حق تريا. تعرفي في شي مخبى بحياته بس مهضومة. أنا عندي إلى نوع من الحب المخلوط بالشفقة. وشو بتعرف ترقص؟ إذا طبقته لنصري إيه أنا بدي أرقص له. ليكي في رقصة شرقية عشريت دورية. ولك كيف شو بخصني؟ إيه خطيبة شي؟ حبيبة شي؟ إذا بتسألني بعدك سؤالات بخبر مرتك. بتخبر مرتي؟ وخبرها أنا عم تخوفني بهالشغلات؟ بخليها تعمل لك مشكلة. ولا مشكل شو؟ ولا خليل؟ أنا زلمي عنيف. بتعرف شو يعني عنيف؟ إذا مش عجبها هيدا البيت مفتوح تاخد إختها وتروح على بيت أهلها. الشاب يعني بتشحطهم هي وإختها. هي وإختها فادية ما غيرها. يلا برا برا. نحنا برا؟ شو قصته هيدا جوزك خريف؟ لك مسجل حديث مثبت فينا؟ إيه برا برا. أعطيني هالشريط تقلي فيني إيه؟ مش هو قايل بصوته تروح على بيت اهلها؟ طيب رايحه. نصري 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 قررنا نشتري الطايه. يا عيب الشوم عليك بس. لا رح نشتري الطايه. ها قررت تشتريها؟ اشتريها لك. انا رايحه لوين؟ على بيت اهلي بخاطرك. ماشي فاديه. ما بدنا اياك لا انت ولا تهيئتك ولا حتى وسط المسفريال. شو شو فهيم؟ شو 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 بورا؟ شو القصة؟ ولا شبهون؟ شبهون؟ شبهون؟